انت ايوالتس اللي جوه ده يا ما عملت فيه بيت توالت ايه وقرف ايه يا بسوس ذكريات ايه يا حبيبي دي شقيت انا شقيت كنتوا فوق ايه العبط ده بابا وماما فين بابا وماما عند خاله احمد في هاسيندا اشمعنى البلطو اصل البدله مستحيل تيجي مقاس انت فاهم انا بجيب كل التومي من بره ما انت البلطو مش هيجي مقاسك بلطو قصدي برضو لكن انت طبيعي يا ابني انت اللي مكسبك سعدوني ده الانقح ده انا كسبتك باغبى واحد عندي في الفرقه ايه تاني اغبى واحد عندي في الفرقه صدق بالله إيه انا حلمت الكابوس ما خفتش كده بجد يا ماما أيوة. شالهم لنا عمري نصبت عليك لحد 10 ثواني فات هو حضرتك بتلعب زومبا طبعا بدي زومبا انا احسن واحد يدي زومبا ومن غير صوت انت انت ورايا ان انا واقف معاك يا فندم انت بتعملي ايه عيب كده اه جواد بقول لك يا جميل ايوه يبقى تقلب عشان ما تلزقش ليه يا اخويا قاعد على طاسه تيفال احنا بتوع كل حاجه مشكل يعني طواجن طوارئ لا ما شاء الله عليكي انت اللي مشهوره قوي ده انت خالتك ما تعرفكيش انت ليه محسساني ان انا قاعد مع منى الشاذلي مع ان انا مصور مع منى الشاذلي الحقيقه 4 مرات ده ايه القرف ده انت رايح فين من غير اذن ابوك يا كريم انا مش معترض ولا حاجه بالعكس انا فرحان جدا بس عندي فضول اعرف انت رايح فين رايح المكتبه اجيب لي كتاب خارجي اطلع قرفي فيه يلا يلا من هنا يلا يا عمر يلا يا عمر خد ابوك وامشي ياض ربنا يستناك بره استناك بره انا لولا ماز ووسيم اصروا ان انا اجي افطر معاهم ما كنتش جيت ابدا انا ولا اصريت ولا بطيئه اصلا يا بسيوم ما الواحد بيتنكر لما يكون هيراقب حد هيتجسس عليه هيمشي وراه انما انت بتتنكر يا عجمي وتيجي تقول لي انا عجمي فدماغك فيها ايه انا مش فاهم